والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي. تلقى الأدعية والأذكار تأليف الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر يحفظه الله. حقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله. لقد تقدم الكلام على فضل قول لا حول ولا قوة إلا بالله، تلك الكلمة العظيمة ذات المعاني الجليلة والدلالات العميقة. تنوعت الأحاديث في الدلالة على تشريف هذه الكلمة وتعظيمها، حيث أخبر صلوات الله وسلامه عليه أنها من أبواب الجنة، أنها كنز من كنوز العرش، كنز من كنوز العرش، وأنها غراس الجنة، وأنها من الباقيات الصالحات التي ينبغي للعبد أن يستكثر منها. ومر معنا أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكل هذا يدل بجلاء على عظم فضل هذه الكلمة ورفعة شأنها، وأنها كلمة عظيمة جليلة ينبغي على المسلمين أن يعنوا بها وأن يكثروا من قولها وأن يعمروا أوقاتهم بكثرة تردادها لعظم فضلها عند الله ولكثرة ثوابها عنده ولما يترتب عليها من خيرات متنوعة وأفضال متعددة في الدنيا والآخرة. ومن الأمور اللازمة في هذا الباب والمتأكدة على كل مسلم أن يفهم مدلول هذه الكلمة ومعناها، ليكون ذكره لله بها عن علم وفهم وإدراك مدلول وما يذكر الله به. أما أن يردد المسلم كلاما لا يفهم معناه وألفاظا لا يدرك مدلولها، فهذا عديم التأثير ضعيف الفائدة. ولهذا فإنه لا بد من على المسلم من هذا الذكر، بل وفي كل ما يذكر الله به أن يكون عالما بمعنى ما يقول، مدركا لمدلوله، بذلك يؤتي الذكر ثماره وتتحقق فائدته وينتفع به الذاكر. وقد تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم. فهذه كلمة إسلام واستسلام وتفويض وتبرك من الحول والقوة إلا بالله، وأن العبد لا يملك من أمره شيئا وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلا بإرادة الله تعالى، فلا تحول للعبد من معصية إلى طاعة، ولا من مرض إلى صحة، ولا من مؤمن إلى قوة، ولا من نقصان إلى كمال وزيادة إلا بالله، ولا قوة له على القيام بشأن من شؤونه أو تحقيق هدف من أهدافه أو غاية من غاياته إلا بالله العظيم. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فأزمة الأمور بيده زمامها يعني بيده سبحانه، وأمور الخلائق معقودة بقضائه وقدره، يصرفها كيف يشاء، يخلي فيها ما يريد بما يريد، ولا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. فما شاء كان كما شاء في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء، من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر. له الخلق والأمر، وله الملك والحمد، وله الدنيا والآخرة، وله النعمة والفضل، وله الثناء الحسن، شملت قدرته كل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ومن كان هذا شأنه فإن الواجب الإسلام لألوهيته والاستسلام لعظمته وتفويض الأمور كلها إليه والتبرؤ من الحول والقوة إلا به. ولهذا تعبد الله عباده بذكره بهذه الكلمة، أي أمرهم بذكره. نعم،
التي هي باب عظيم من أبواب الجنة وكنز من كنوزها. فهي كلمة عظيمة تعني الإخلاص لله وحده بالاستعانة، كما أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تعني الإخلاص لله بالعبادة. فلا تتحقق لا إله إلا الله إلا بإخلاص العبادة كلها لله، ولا تتحقق لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بإخلاص الاستعانة كلها بالله كلها بالله. قد جمع الله بين هذين الأمرين في سورة الفاتحة أفضل سورة في القرآن، وذلك في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. الأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل. والعبادة متعلقة بألوهية الله سبحانه، والاستعانة متعلقة بربوبيته، والعبادة غاية والاستعانة وسيلة. فلا سبيل إلى تحقيق تلك الغاية العظيمة إلا بهذه الوسيلة، الاستعانة بالله الذي لا حول ولا قوة إلا به. ولهذا يخطئ من يستخدمها في غير بابها أو يجعلها في غير مقصودها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذلك أن هذه الكلمة أي لا حول ولا قوة إلا بالله هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع. كثير من الناس يقول هذا مهم جدا، هذا التحرير الذي يحرره شيخ الإسلام هنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولاه، يوم الاثنين لأربع عشر خلونا من شهر ذي القعدة من شهر ربيع الآخر لعام 39 و400 ألف، الموافق للأول من الشهر الأول لعام 18 و2000 بالتقويم الجريجوري. وهذا مجلس في فقه الأدعية والأذكار لعبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر حفظه الله على طاعته ووالدان وإيانا وإياك ووالدينا. لا حول ولا قوة إلا بالله جاء في فضائلها الشيء الكثير كمر معنا في المجالس الماضية، فهي كنز من تحت العرش، وهي كنز من كنوز الجنة، وهي كلمة استعانة وليس كلمة استرجاع. لأن كثيرا منا أيها الكرام الفضلاء لما ينزل به أمر فيه مصيبة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي الحقيقة أنها هي كلمة استعانة وليس كلمة استرجاع. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه كلمة الاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا، وفي رواية اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، كما عند مسلم في صحيحه. أما هذه الكلمة فهي كلمة استعانة، وتقال عند الأمور التي يستعان فيها بالله عز وجل فتعين على كل أمر شديد. ولذلك عبد الله بن قيس رضي الله عنه وأرضاه في غزوة خيبر لما كانوا في ذلك الطريق الطويل، والمسافة من المدينة إلى خيبر تقطع 170 إلى 180 كيلا، وهي طريقة مفازة، وكانوا فيها يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، يستعين بالله تبارك وتعالى على قطع هذه المفازة وعلى قطع ذلك الأمر الشديد. بعض الناس من استعجاله تجده يفسد المعنى تماما فيقول لا حول الله لا حول الله لا حول الله. طبعا هذا لا يجوز، وأنا أدري أنه أخطأ من سرعة الذكر وليس من شدة الفرح. لا حول الله معناها أن تنفي الحول عن الله عز وجل، ولا شك أن هذا والعياذ بالله كفر، لكن هو لم يقصد ذلك. ولذلك لابد كما قال الشيخ هنا، لابد في للإنسان عند الأذكار أن يعرف أول شيء لفظها، أول شيء في الأذكار أن تعرف ألفاظها وتقف عند ألفاظها. الأمر الثاني أن تعرف استعمالها، متى تستعمل. الأمر الثالث أن تعرف مدلولها وثوابها. الأمر الخامس أن تعرف عددها. ولذلك البدعة دخلت عند أهل الأذكار من أي الأماكن؟ من هذه الأشياء. فابتدعوا أذكارا في أوقات وأزمنة وأعداد وهيئات وأماكن لم يكن عليها دليل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تجده يقول لك ما الحرمة في ذلك؟
نقول الحرمة في ذلك لأن الذكر عبادة. فاذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فاجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الحديث. خرج النبي على قوم عليه الصلاة والسلام، قال ما الذي أجلسهم؟ قالوا نذكر الله. قال أما ما سألتكم تهمة لكم، ولكن جبريل أخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام عند الترمذي، ألا أدلكم على خير أعمالكم وإزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وأن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. قال ذكر الله. هذا كله يدل على أن الذكر عبادة. لا تسمع لمن يقول لك يا أخي ما الحرج؟ لا، الحرج كل الحرج أن تبتدع ذكرا بعدد وهيئة وزمان ومكان ما دل عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أيها الكرام الفضلاء، عبد الله بن قيس ذهب إلى مسجد الكوفة فوجد الناس حلقا 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 متحلقين في المسجد. هادول يقول كبروا عشرة، ودول يقول إيش سبحوا عشرة، وهادول يقول إيش واحمدوا عشرا هللوا عشرا. فلما رأى ذلك علم أن هذا من الضلال، لكن من الأدب بين الصحابة ذهب لعبد الله بن مسعود، طرق عليه الباب، يا أبا عبد الرحمن لقد وجدت شيئا أنكرته فين؟ في المسجد. قال ماذا وجدت؟ قال كذا وكذا. قال وماذا فعلت؟ قال أنتظر رأيك. شوف الأدب فين. وإلا عبد الله بن قيس أو موسى الأشعري حبر من الأحبار، أوتي مزمارا من مزامير آلية، لكن شوف الأدب. قال أنتظر رأيك. قال فلبس وخرج، ثم حصبهم رماهم بالطوب. قال إما أنكم على هدي خير من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أنكم على سبيل ضلالة، والثانية هي وليست الأولى. لأنه من يظن أنه على هدي خير من هدي النبي عليه الصلاة والسلام يكفر. من يعتقد أنه على هدي خير من هدي النبي عليه الصلاة والسلام هذا يخرج من الملة، وهذا من نواقض الإسلام العشرة. ثم منعهم عن ذلك. ولذلك أنا الآن في مناظرة مع بعض مجموعات الصوفية من حضرموت ومن سوريا ومن تركيا ومن السودان ومن مصر، عبر مجموعة من مجموعات الواتس، في مثل هذه الأمور. يقول لك هذا ورد للحبيب عمر بن حفيظ، وهذا ورد أبو مشهور العدني، وهذا ورد العيدروس، وهذا ورد العطاس، وهذا ورد الجفري، وهذا ورد عزير وكسير وما ليس فيه خير، ورد المتردية والنطيحة وما أكل السبع. وأنا أقول لكم إن الذي استشفيت من خلال مناظرة لأهل البدع أنهم أجهل من حمر أهلهم، خذوها قاعدة. وأصغر واحد سلفي يستطيع أن يقرقر أعظم واحد من أهل البدع. لماذا؟ لأنك تتحرك من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وهم يتحركون من إيش؟ من مشايخهم الضالين المضلين عافانا الله وإياكم. تأتي له بقول النبي يقول لك ما تقول لي قال الرسول. طب أقول لك قال مين؟ ما أنا أقول. أنت نزعتم في شيء إيش؟ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم إلى ذلك خير وأحسن تأويلا. ينكر عليك صلاة التراويح تقول له النبي صلاها وعمر جمع الناس عليها كما هو موجود في متكاثر متواتر كما عند البلقيني وفي محض الصواب في خلافة ومناقب عمر بن الخطاب وفي الصحيحين وفي السنن والمسانيد، وهو أول من جمع على التراويح بعد أبي بكر وجعل إماما للنساء وإماما للرجال وجمعهم على أبي بن كعب. يقول لك ما تقول للرسول عليه الصلاة والسلام ولا تقول عمر. طب أقول لك مين؟ أليس هو القائل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أحمد والنسائي بزيادتي وكل ضلالة في النار. فهذه الأمور يا إخواني لما يأتيك إنسان بورد من الأذكار ويجعل لك هيئة معينة ووقتا معين تقول له وين الدليل؟ من أين أتيت بهذا الدليل لتجعل وردا في ساعة معينة وبعدد معين وهيئة معينة؟
طالما ما في دليل إذن هذا بدعة ضلالة نجعله على جنب، والخير كل الخير في السنة. إياك نعبد وإياك نستعين. قال أهل العلم جمع الله القرآن كله في سورة الفاتحة 6236 آية، وجمع الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، فبدأ بحقه تبارك وتعالى. الغاية هي إيش؟ إفراد الله بالعبادة، والوسيلة إليه الاستعانة على ذلك. وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، اجتهاد رام صوبا فأمحل. فكانت كلمة التوحيد هي إياك نعبد، وكانت كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هي إياك نستعين، فتخرج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته ليعينك على العبادة. والله يا إخواني ما جئنا هذا المجلس بذكائنا وفطنتنا، إنما هو توفيق من إيش؟ من الله عز وجل. كم من إنسان يريد أن يحمل نفسه لحضور مجلس علم ولا يوفق، كم من إنسان يريد أن يحمل نفسه لقيام الليل فلا يسدد، كم من إنسان يريد أن يحمل نفسه لصيام أيام البيض أو للإكثار من الصيام في الشتاء في الغنيمة الباردة كما قال ابن مسعود فلا يتمكن. فلا تظن أنك أنت صمت لأنك في صحة جيدة، أو أنك أنت قمت لأنك في صحة جيدة، ولا أنك حضرت مجلس العلم لأنك في عزيمة جيدة، ولا حفظت القرآن لأن لك ذاكرة جيدة، ولا أنك أنت ألقيت خطبة أبكت الناس لأنك فصيح، ولا أنك أنت أبكيت الناس في الصلاة لأن صوتك جميل. كل محض توفيق من الله عز وجل. أنت ما تملك من أمرك شيئا، هو الذي أتى بك إلى هنا، وهو الذي أقامك وأنام غيرك، وهو الذي هداك للسنة وأضل غيرك، وهو الذي وفقك وسددك ولم يوفق غيرك. إذن تبكي كل البكاء والرزية أن تحرم هذه المواطن. ولذلك معاذ بن جبل كان يتمثل ذلك عند موته رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا أتبكي ذنوبك؟ قال كلا، ولكن أبكي على دنياكم ثلاثة: مجالسة العلماء بالركب، ومجالسة أناس ينتقون أطايب الكلام كما تنتقون أطايب الثمار، وظمأ الهواجر وبكاء الأسحار. هذه اللي نبكي عليها، ظمأ الهواجر يعني إيش؟ الصيام، مو في الشتاء، لا، في الأيام الهاجرة، الصيف شديد القيح. وقال وبكاء الأسحار، قيام الليل. وكان سفيان الثوري رحمه الله يأكل الأكل الشهية ثم يقوم الليل، يقول إذا علفت الدابة فكدها. وكان شعبة بن الحجاج كان سمينا متينا، قالوا من ماذا؟ قال من فرح بالإسلام. وكان الإمام النسائي أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله يأكل كل يوم ديكا مخصيا، لا جاله كوليسترول ولا جاله دايبيتك بيشنت ولا جات له حاجة، ولا سمنة ولا بطيخ. ناس ضبطوا نفسهم مع ربنا عز وجل، رتبوا نفوسهم مع الله عز وجل، حياتهم كلها في الكتاب والسنة، لم يأتي بشيء من تلقاء فكره العقيم. لا والله، وعجلت إليك ربي لترضى. نام رجل مئوي عنده 100 سنة في طول الوسادة وزوجه في عرض الوسادة، والتقي برأسيهما، فلما يجن عليه الليل يوقظ الزوجة ويقول قومي لساعة نخشى أن نتحسر عليها في القبور. قم صلي. عمره كم؟ 100 سنة. وأنتم رأيتم هذا الشاب الأندونوسي الذي صار عليه حادث سيارة وهو في الغيبوبة يقرأ القرآن، يحفظ القرآن بالقراءات العشر الصغرى، اكتب في اليوتيوب يطلع لك، صار عليه حادث سبحان الله، وكرم قبل فترة عن طريق سفير المملكة العربية السعودية في مسابقة حفظ القرآن في أندونوسيا، من أوائل الحفاظ في أندونوسيا، وهو في الغيبوبة كاملة، فول كوما، غيبوبة كاملة، يحفظ، جالس إيش؟ يتابع القرآن من الناس، من الفاتحة للناس، رايح جاي يقرأ القرآن. الله أكبر. هذا هو التوفيق يا أخوان، وهذا هو التسديد بإذن الله تبارك وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قيل عند الموت.
ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فلما تحضر مجلس علم وإن طال عليك المجلس احمد الله أنك وفقت إليه، فأنت في خير وفي بر وفي بركة، حضرتك ملائكة وغشيتك سكينة وتنزلت عليك رحمة، وذكرت فين؟ في الملأ الأعلى، ملأ الملائكة المقربين، ملأ ميكائيل وجبرائيل وإسرافيل وملك الموتى، تذكر في ذلك المكان. لو قيل لك إن مديرك في العمل يذكرك الآن لطرت فرحا، وما غشى النوم وما غشى النوم عينيك وما أصابك إلا الكره حتى تصبح، لأن بس ذكرك مين؟ مديرك في العمل. وإذا قيل لك ذكرك من هو أعلى وأعلى فتزداد فرحا بذلك، فكيف إذا كان الله إيش؟ يذكرك تبارك وتعالى. بل لو ذكرت الله في نفسك ذكرك الله في نفسه، ولو ذكرته في ملأ ذكرك الله في ملأ خير منه. فأي نعمة هذه؟ هذه كلها إنك تعلم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم شيخنا، بعد إذنك، قلت إمام للرجال وإمام للنساء. أيوه هكذا كان عمر بن الخطاب كان قد فعل. نعم، ولا مانع أن يجتمع على إمام واحد، لا حرج. يعني كان كل واحد لحاله يسويه. كان ايوه كانت كذلك، ثم بعد ذلك جمعوا على امام واحد. لماذا؟ لانه كان كثرا فما كان يسعهم مكان واحد، واذا حدث الانفصال ولم يرى المأمومين والامام فهنا على قول بعض اهل العلم فلا يحدث الائتمام، فلا يحدث الائتمام. نعم نعم ويا ذلك أن هذه الكلمة أي لا حول ولا قوة إلا بالله هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع. نعم. وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع ويقولها جزعا لا صبرا. وعلى هذا المعنى المشار إليه يدور فهم سلف رحمه الله هذه الكلمة العظيمة، أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: لا حول بنا على العمل بالطاعة إلا بالله، ولا قوة لنا على ترك المعصية إلا بالله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على نبينا.